كبسة حاشي وبطريقة سهلة. يلا حيهم ومرحبا ألف. أحلى كبسة حاشي محمد. نضيفها نصب الموية على طول. عندي أول حاجة اللي هو بهارات غير مطحونة. نضيف. عندنا بصل نضيفة. عندنا فلفل رومي ممكن تضيفونه. ثوم ممكن تضيفونه. إذا تحبونها ضيفوها عادي. بقي عندنا اللي هو البهارات المشكلة. إذا احتجتوا بهارات مشكلة أو بهارات مطحونة أو أي شيء نضيفها. بعد ما ضفناها ممكن تبلحون وممكن تخلونها إلى بعد استواء اللحم. نملح 1 2 3 4 5. في واحد قال لي كيف نوزن الملح؟ دق الموية وممكن إذا احتجت زيادة زد، إذا زاد عليك ضف موية. وبمجرد ما تعطونها الملح اللازم، خلي الملح هنا. عندي شوية طماط ممكن تضيفونه، حلو الطماط مع كبسة الحاشي المحمرة. ضفنا الطماط هي حبة وحبتين صغيرة كذا. نقفل يا حلوين. نقفل 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 كأنها مكسورة. يا ويلي من السيف قريب. حلوين حلوين حلوين. نجيب هذا هنا عشان أشرح لكم على حاجة مهمة. وشني يا حلوين؟ أول ما يصفر هذا على نار عالية نقصر عليه النار. وخذوها مني أقل من 60 دقيقة ما تفك. 60 دقيقة علشان يستوي اللحم ويأخذ وضعه ويكون أحلى كبسة حاشي محمرة يا أبو محمد. خلصنا كذا من 60 دقيقة لكبسة الحاشي المحمرة. قفل النار وقول بسم الله. نفتح القدر ونقول بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام. نجيب هذا هنا. أول حاجة بنسويها عشان أوريكم، عندي هنا صفار زعفران، أباخذ عليه شوية من المرقة، خليها هنا، خليها على جنب. وش بنسوي؟ بناخذ اللحم الجميل هذا بنضيفه هنا في صحن التحمير علشان نطلع أحلى محمر. يلا شرحناها على طول ويلا ندهنها. نعطيها دهنة سريعة كذا. أنا عني بصبها كذا سريع، ما راح تأخذ وقت عشان ورانا عشاء ومتأخرين. على الفرن على طول. نجي هنا الحرارة فوق والعة. تعالوا نشوف الرز كيف نسويه كذا مع كبسة الحاشي المحمرة. بنضبط أحلى مكرونة. نأخذ من مرقة الحاشي الجميلة هذه. بسم الله يا سلام. ونضبط فيها أحلى سباجيتي. على بال ما نضبط السباجيتي حقنا بنسوي الرز. كيف بنسوي؟ هات السباجيتي حطه هنا. عندنا 3 كاسات هنا من الرز منقع بسمتي عنبر حبة طويل. حط المشخل هذا. وعندي 3 أكواب راح أضيف عليها 3 أكواب من المرقة. هذا أول كوب وهذا ثاني كوب. شوف حتى الكوب قليل شوي. وهذا 3 كوب. حلوين حلوين. بسم الله يا سلام. نولع النار نقول بسم الله. أول شيء نضبط المرقة ونشوف الملح إذا هو موزون مع الرز ونشوف الشيء الخطوات اللي بعدها. طيب حلو، ركزوا معي في هذه. 3 أكواب رز ب3 أكواب مرق جميلة. تأكدوا من الملح كل شيء تمام. نقول بسم الله. نقفل سكر ضبط. أول ما يصفر هذا 8 دقائق ويمكن أقل بعد 8 دقائق لأن الرز عنبر. احلى شيء الاسباجيتي حقنا على الكهرباء. خلصنا من الرز حقنا. اول شيء نقفل عليه النار. نشوف المكرونه الحلوه. حلوين خلصنا منها. نقول يلا ويلا خلونا نسمع الطرب بس لا حد يسويها. يا حلوين هذا هو. الله لو اعطيها شويه من مويه الزعفران كذا نقطتين عشان نصفر. ايوه صفر الرز شوي. حلوين 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 حلوين. خلاص كذا كفايه كل شيء على بعضه. يلا يا سلام يا سلام يا سلام. هذه لازم تتعودون عليها. نقول بسم الله. اوبي حركات. هذه الحركات ولا بلاش. هلا هلا بالعيال. تبان ايش رايكم في حبه الرز؟ كلام كثير. شوف كيف جايه صغيره. حلوين حلوين. طيب ايش اللي عندنا؟ بنرتب 1 2. نحط التزيين اللي احنا ننزل الجميلة هذه ونضبطها. وش اللي باقي عندنا برضو؟ اللي هو المكرونة الحلوة. نعطيها شوي كذا حركات. يا سلام. وأحلى كبسة حاشي محمرة على كيف كيفكم. حلوين حلوين. ما نقول إلا بالعافية. إن شاء الله لكم استفدتوا. أنا نفسي في اللحم. أشوفكم على خير. سلام.